أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باش نكلم صحابي وحبايبي واللي يتابعوا فيا في القناة نتاعي. راني مشغولة الصيف شوية، لما حالة عنا شوية فرح، وإن شاء الله ربي يديم علينا الفرح. وما نسيتكمش بقدرة ربي، إن شاء الله تو نستمروا في فيديوهاتنا وأكلاتنا اللي تحبوا عليها. اليوم باش نحضر لكم صوص بغلال البحر، او باش نعملوا الكالامار، القرنيط، الكريفات، صوص بنينه باش نعملوا رشته معناها في عوض سباجيتي. احنا باش نعملوها رشته رقم 2، اخترنا رشته رقم 2. المكونات بسيطه جدا جدا. هذه خدينا كعبتين كالامار، 10 كعبات شيفريت، خدينا كعبتين بومسيك او قرنيط. كل هذا الكراميل في تونس معروف، الناس تعمل عصبان وناس طيبوا كيكة. هذه الكريفيت او الشيفريت، الجمبري بالعربيه، وهذه الاخطبوط معناها صغير مش كبير، نسموه قرنيط بومسيك. هذوما المواد الاساسيه اللي باش نعملوا بيه وجبتنا اليوم. حضرنا معاهم راس بصل، قصيناه كما شفتوا هنا شرايح صغيره. خدينا قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر زوز، ورقة رنت او غار، شوية زيتون اخضر واكحل، هذايا راس ثوم، عنا راس جزر او سفنارية، وعنا شوية جلبانة او بازيلا كما يسموها. تو باش نبداو احنا في تحضير وجبتنا اليوم باذن الله. الحوارات كما شفتوا عنا راس الحانوت، الملح، فلفل احمر، كركم، فلفل اكحل، كمون، خاطر هي ديما حاجة البحر تحب الكمون، وبالطبيعه زيت، يعني اول حاجه ناخذوها الزيت. تو باش نبداو المراحل كيفاش باش نطيبوا. احنا باش نخلوها هذي، باش نخلوه دوائر، يعني احنا باش نمشيو يولي حلقات، هو معناها كي باش نطيبوا بيه نقصوه دوائر بالطريقه هذه. تو باش ناخذوا الاخطبوط او القرنيط باش نقصو، باش ناخذ كل صباع وحده. باش نحي الاخراني نتاعو، باش ناخذ كان هذوما القطعتين هذوما، يعني وين يولي جيد باش نحيه هنا. هذا الخليط اللي حضرناه في عود باش نصمتوه، احنا باش نعصر عليه شويه قارص، يعني ناخذ كعبه قارص ونعصروها، لونه يتبدل بالكدا بالكدا بالقارص. نفس الشيء نحطو له الجمبري، تحسوا يبيض لونه يتبدل. يعني يولي لونه ساطع اكثر كي نعصروا له القارص هذاك. تو بعد ما صبينا عليه، عصرنا عليه كعبة القرص، شللناه بالماء، غسلناه من نحينا من القرص. تو باش نصبوا الزيت، خدينا كيس زيت هذا، وباش نحطوا المكونات نتاعنا هذه الاساسيه اللي هي الكالامار والقرنيط الشفريت. نحط معاه البصل والثوم والفلفل، هذه ورقة الرنت والفلفل الأخضر والأحمر والثوم. حطينا المكونات نتاعنا اللي هي كالامار وقرنيط وشفريت. باش نحطو شوية، نفوحو لفحات الملح، ما نحطوش خاطر عنا زيتون في الأخر باش نحطوه، يعني الا في الاخر نحتاطو من الملح. حطينا الكمون، الكركم، فلفل اكحل، والفلفل الاحمر. تو باش نحطوها على النار، وفي الاثناء احنا محضرين ماء يسخن باش كي تتقلى مليح، باش نحطو الماء نتاعنا
نحطوا الماء يسخن، ومن بعد نديروا الجلبانه والجزر نحطوهم في الماء يغلي، ما نحطوهمش من الاول. تو باش نقليو هذا مع بعض نتاعنا حاضره كما شفتوها على النار، ريحتها بنينه برشا، جربوها. وريحه معناها غلال البحر ريحتها فاوحه، خاصه مع الفلفل والثوم عطت نكهه بنينه برشا. تو باش نضيفولها، حضرنا لها ماء سخون، صبوا لها حوالي نص لتر ماء ولا اكثر شوي هكاك، هي تغلي. باش نحطوا الجلبانه اللي حضرناها نضيفها بالطبيعه مغسوله، وخذينا راس سفناريا مش برشا، يعني حوالي المواد كلها كعبه كعبه خذينا، ونخلوها تطيب على نار هاديه لين تنشف. في الاخر كي تنشف نحطوا الزيتون. ثم اللي يستعمل المحارة، لكن احنا ما ياكلوش بالطبيعة الاولاد، مستعملناش اليوم خاطر هي بغلال البحر، استعملنا الحارجات اللي ياكلوهم. وتو باش نحطوها تطيب على نار هادية، نقصوا عليها نار شوية ونخلوها لين تنشف. وفي الاثناء باش نصمتوا المقرونة الرشطة متاعنا، حضرنا ماء سخون ودرنا له الملح، وباش نصمتوا الرشطة تكون حاضرة هي والصلصة بإذن الله. هذه الصوص متاعنا طاع غلال البحر كيما شفتوها، نشفت من المرقه، قلو فيها شويه باش ندخلوها، ريحتها بنينه برشا. قليناها نص ساعه يعني تطيب، حطينا لها حوالي لتر ربع من الماء. نشوفوا جلبانه والسفناريه كلهم طابوا، معناها طابوا بالكتاف. تو نحطوا لها الزيتون مغسول بالطبيعه، الزيتون اكحل واخضر مقصوص، نحطوا لها الزيتون ونطفوا النار. احنا ما حطينا لهش ملح خاطر الزيتون مالح، معناها اللي يحب يزيدها توا شويه ملح، نفه ملح اللي يحب ياكل ملح. هذه شفتوه الالوان شكلها احمر واخضر واكحل، معناها برتقالي، معناها زينتها في الوانها. عادك علاش تجيب ليش طماطم؟ خاطر كان نحطوا لها طماطم تضيع الالوان اللي فيها. وتو باش نخلطوها في الرشطه. هذه الرشطه حاضره، صمتناها صفيناها. باش ناخذ شويه صوص، يعني شويه مرقه، باش ما تعجنش ناخذ شويه مرقه نخلطوا فيها، نخلطوا بها الرشطه باش تسيب من بعضها. شفتوها صبينا لها المرقة سابت من بعضها. تو نتفنوا في تزيين طنجرتنا، شفتوا الألوان، ألوان مختلفة. هذه رشطة متاعنا جاهزة كما شفتوها، لونها يشهي، الألوان كلها موجودة فيها وبنينة برشا. اللي يحب الحار يزيدها لهريسة، يحب فلفل مقلي، كل واحد وشهوته. أما جربوها إن شاء الله تعجبكم وتاكلوا بالشفاء.